حضرتك تشرب الشاي بتاع الضيوف وتتفضل. هنا مفيش نوسة، هنا في ملك هانم وبس. حضرتك ملك هي نوسة؟ بيتهيأ لك. وعلى فكرة نوسة ماتت في السجن. مش فاهم. أنا مش شغلتي إن أنا أفهمك، أنت جيت عنوان غلط، خليك كويس علشان ما زعلكش. ما بقاش يفرق يا هانم، أنا كل اللي يهمني دلوقتي نوسة وبس. ما قلت لك مفيش حد هنا اسمه نوسة، فيه ملك، وملك دي تخصني وتخص حياتي. وإذا كنتش عارف اسأل اللي يحاول يدخل في حياة وهيبة غصب عنها بيحصل له إيه. على فكرة بقى أنا ما بفرقش معايا التهديد خالص. شرفت، وياريت ما تكررش زيارة تاني. يا فندم لو سمحت بس ممكن بس أكلمها، يعني أشوفها مرة واحدة وبعدين حضرتك اعمل اللي أنت عايزاه بعد كده. اقفلوا البيبان بعد ما يخرج. لسه ما خلصتيش عشان معاد عبد القوي. اديني جاهزه. خلصتي يا حاجه؟ ومالك مكشره كده ليه؟ اصلي سمعت اللي انت قلتيه لعمر. الله، هنرجع نحن تاني؟ انا بقول لك للمره المليون لو رجعت في كلامك انا ما عنديش مانع. انا مشيت في الطريق ومش هرجع من تاني. ايوه اهو كده، برافو عليك. ها ايه رايك بقى يا حاجه؟ يا اختي زي القمر. بقول لك ايه، خدي بالك عبد القوي ده نمسي كبير قوي. عيب يا حاجه، ده انا تربيتك، بس كان نفسي ما اضيعش وقتي وادخل على طول على حسين الشواربي. اهدي كده واحده واحده علشان الطبخه تستوي، وزي ما قلت لك هو الصناره اللي هنصطاد بيها حسين. بونجور. بونجور يا هانم. لو سمحت بلغ عبد القوي باني وصلت. حضرتك ملك هانم مظبوط؟ مظبوط. اتفضلي استريحي دقيقة واحدة. شكرا. ايه يا حسين؟ انت عايزني اعمل كل حاجة بنفسي؟ الله، ما تشوف انت يا اخي وتختار الهدوم اللي احنا محتاجينها للمول، انا عندي هنا اشغال كتيرة قوي. فيها مدحت ملك واقف كده ليه؟ هي وصلت؟ ايوه يا فندم. في حد تاني بره؟ في ثلاثة واخدين مواعيد. طيب الغي كل مواعيد النهاردة، انا مش فاضي، وخليها تستنى ثواني. حاضر يا فندم. يلا خلصني بقى، انا مش فاضي لك يا حسين. يا راجل اختشي بقى، تلغي مواعيد المفروض انها مهمه وعايز تطرقني عشان خاطر واحده. ما هو اللي ما يعرفش يقول عدس. اصلك ما شفتهاش يا سحس، دي حاجه تانيه ما شفتهاش قبل كده، ما وردتش عليا. وايه عندها فلوس متلتله؟ يا اخويا عرفتها منين؟ اه صحيح، ما انت شفتها. انا؟ ايوه، ما هي دي اللي كانت مع الحاجه وهيبه، ملك اللي كانت معاها يوم فرح بنتك. يا ابني ليه؟ دي صاروخ أرض جو. يلا حبيبي يلا خلصنا عشان مش فضيلك. بس احنا لسه ما خلصناش كلام. نبقى نتكلم بعدين، اطلبني بالليل وقول كل اللي انت عايزه. الأمر لله. هتتغنى معادنك؟ لا انا راجع طنطا، ده انا عندي هناك شغل بتلتل. يلا سلام عليكم. عليكم السلام. شرفت ونست يا فندم. طبعا مش شكرا. ازاي يا حسين دي؟ ده انا حضرت فرح بنت حضرتك مع الحاجه وهيبه. صح مظبوط. على فكره يا عبد الله بيه بيقول لي انك شاطره قوي 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 في البيزنس. والله ميرسي قوي على المجامله دي. انا عندي فلوس كتير بس خايفه ما اعرفش اعمل بيزنس هنا واضطر ارجع فرنسا تاني. فرنسا دي اللي ترجعيها؟ لا 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 لا، احنا ان شاء الله هنخليكي تنسي فرنسا دي كلها. ملك هانم فين؟ ما دخلتهاش لحد دلوقتي ليه؟ واقفه مع حسين بيه بره بيتكلموا. بيتكلموا في ايه؟ ما اعرفش يا فندم. وكمان مش عارف بيتكلموا في ايه؟ اتفضل روح شوف بيتكلموا في ايه وخليها تتفضل بسرعه. حاضر يا فندم. اخره 7-4. انا هتصل بيكي دلوقتي عشان اتاكد من الرقم وبعدين اسيبه. اعملي في حسابك ان هكلمك كتير. ده مؤاخذه حسين بيه. ملك هانم عبد القوي في انتظار حضرتك. بلاك ان عنده مشاريع كتير عايز يكلم حضرتك فيها. ده انا اسف ان انا عطلت حضرتك. بالعكس انا انبسطت قوي اني شفتك النهارده. انا كمان.
أرفوار. أرفوار. بونجور عبد القويبي. أول مرة أشوف مكتب ينور بالشكل ده. تفضلي. ميرسي. تفضلي. تاخدي الأول. أخذ نسكافيه بالكافي ميت من غير سكر. سمعتي مدحت لطلبته؟ أيوة فندم. بسرعة. أنت قابلتي حسين الشواربي وهو خارج من عندي؟ آه قابلته، راجل جنتل قوي. طيب ما اتكلمش معاكي في حاجه؟ حاجه زي ايه؟ يعني يكون عايز يعمل معاكي بيزنس معين؟ لا انا لسه ما فكرتش افتح حد في البيزنس اللي نفسي اعمله. الا هي اخبار بنت حسين الشواربي؟ خلاص انت لسه فاكره بنت حسين الشواربي خلاص اتجوزت وسافرت مع جوزها؟ خلاص هو ده اللي احنا اتفقنا عليه يا بابا؟ اتفقنا عليه يا ابني؟ اتفقنا ان من بس يا واد بلاش دوشه. معاك سيجاره لامك؟ خدي سيجاره بس ما تكرتنيش على العلبه. يا باي ايه الواد ده؟ ولعي ولع. حاضر اتفضلي. يا باي على الواد مستخسر علبه السجاير في امه. يا واد ده انا بسالك على الحته بتاعتك. انا مش عارف انتوا بتسالوا عليها ليه وعاوزين منها ايه. عايزينها تتطلق. فين تتطلق ازاي؟ هي لحقت تتجوز عشان تتطلق؟ وبعدين هي مبسوطه كويس قوي مع جوزها. مين اللي قال لك كده يا بابا؟ يا ابني ابوها كل يوم بيكلمها في التليفون وانا حاسس انها بتكلمه وهي مبسوطه جدا. يعني كلامك طلع في شنك يا سوسو؟ انت زعلان بس ليه يا حبيبي؟ ما تصبر شويه. اهي بكره تقعد معاه شهرين ثلاثه وبعدين تسقط وتسيبه. نفسي اطور البنا في مصر. اعمل بيوت زي بيوت الفراعنه. ابني مدينه فراعين. عبد القوي بيه، انت سرحان في ايه؟ ممنوع اللمس. انا اصلي انا ماشي. لا 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 ما تمشيش عبد القوي بيه، انت مش سامعني. لا انا سامعك. انا من ايدك دي لايدك دي بس من غير شقاوة. حاضر من غير شقاوة بس اقعدي اقعدي اهو من غير شقاوة. كنا بنقول ايه بقى؟ الو ايوه عمر بيه. لا عبد القوي مش فاضي خالص، ده حتى لقى كل مواعيد النهارده. قاعد مع ملك هاني. ايوه ملك هاني تبع الحاجة وهيبة. شرفت يا ملك. بس باين خلصوا الباب اتفتح. الو والله يا باشمهندس ما نعرف عنها حاجه. مش هي بتتصل بيكو؟ لا احنا اللي بنكلمها. هي من ساعه ما خرجت من السجن وهي مش عايزه تقول لنا هي قاعده فين. طب انتوا ما سالتوهاش؟ لا بنسالها بس هي دايما تقول لنا ان هي مبسوطه وبتطمننا على نفسها. ده حتى حسين بيه والدك بعت لنا في المكتب وقال لنا ان هو عايز يعرف مكانها، واحنا قلنا له ما نعرفش، قال لنا لو عرفتوا مكانها هراضيك واجيب لكم سكن وعفش. هو بابا عايز يعرف مكانها ليه؟ اكيد بيفكر يأذيها. بقول لكم ايه، انا مستعد اجيب لكم معفش فرش اي حاجه انتم محتاجينها، بس محدش يقول لبابا هي فين. عيب عليك يا باشمهندس، هو ده برضو اللي تعرفه عننا؟ احنا ما نبيعش صاحبتنا ولا صاحبنا ولا بكنوز الدنيا كلها. بس انا مش عارف هي بتعمل معايا كده ليه، بعدين كنا متفقين على كل حاجه. بص يا باشمهندس، والله هو اعلم، الست اللي اسمها وهيبه اللي كانت معاها في السجن دي شكلها كده ماسكه دماغها، وشكلها كمان رسمالها على رسمه. رسمه زي ايه؟ محدش يعرف. انا عايزاك تطمن يا باشمهندس، نوسه مش صغيره ولا حد في الدنيا دي كلها يقدر يلف دماغها الا بمزاجها. على كده بقى تبقى مش طايقانا انا؟ طب ما حدش فيكم يعرف هي غيرت اسمها ليه؟ ما هو ده بقى اللي انا كنت عاوز اسالك فيه يا باشمهندس. يعني لا مؤاخذه، انت متاكد اللي انت شفتها دي نوسه بتاعتنا؟ الا متاكد. انا شميت ريحه الياسمين من قبل ما اشوفها. مش ممكن اتوه عن نوسه ابدا. والله ما صعبان عليا الا عمر. لو فضلت حنه كده هتبوظي كل اللي احنا عملناه. هنفضل كده كتير. يعني انتي وشطارتك.
انت مش بتقولي عايزه تنتقمي من اللي دخلوك السجن؟ ايه اللي عايزه انتقم؟ طبعا. خلاص عبد القوي هو اللي هيوصلني. عبد القوي مش محتاج واسطه، ده خد نمرتي وخدت نمرته، ده حتى عايز يكتب لي الارض اللي هبني عليها المشروع. برافو عليك يا نوسه، دي اول خطوه ناجحه تعمليها. طبعا هيبقى لكم شغل مع بعض. اسمعي، انا عايزه عبد القوي يهير من حسين، وعايزك تسخنيه ضده علشان يطربق الدنيا على دماغه. والله انا شايفه ان الاثنين زي بعض. ايوه طبعا الاثنين زي بعض، الاثنين مرتشيين ونصابين. على فكره اعملي حسابك، الليله هنتعشى عند عزيز ابو العز. وانا لازم اجي معاكي؟ طبعا، علشان تعرفي الدنيا ماشيه ازاي. مش يمكن عزيز ينفعك في موضوع عبد القوي وحسين؟ عباوي، انا كنت شايفك مهتم قوي بملك هانم. باين عليها بزنس وومن هايله. يا هايله يا حسين، ما اقولكش يا حبيبي، تصدق انا عمري ما تسرعت في مشروع زي ما تسرعت في مشروع قريه الفراعنه دي. يا اخويا طب ما دام كده ما توصيها عليا تعمل معانا كمان بزنس. ما انا فرعون برضه. لا يا حبيبي، اطلب مني اي حاجه الا مالك. دي الحاجه وهيبه فين وفين عبل ما قبلت ان انا اخش معاها في البيزنس. بقول لك ايه، ما تحرقش نفسك، ها، وما تحرقش بقى علشان ما نخسرش بعض. ايوه للدرجه دي. بقول لك يا حسين، ايه في الموضوع ده خالص، واذا كان عندك كلام في الشغل اتفضل قول. يا ريس رجب، خربوش عامل ايه معاك دلوقتي في الشغل، كويس ولا وحش؟ هو مين اصلا خربوش ده عشان يبقى كويس ولا وحش؟ يا عم وانا بسألك انت هتناسبه؟ انا بقول لك دلوقتي بقى كويس عشان بعد كده ما ترجعش تشتكيلي. لا هو بقى في حاله، ولما بوش حاجه من الشغل بيسألني. ايوه كده حبيبي، ايوه كده، طمني. امال انا كنت بظبطه ليه؟ بقول لك يا استاذ رجب، ما سيبنا شويه كده عشان عايز اكلم ابويا في موضوع مهم. حاضر يا سي ممدوح، حاضر. هو انا اقدر اتكلم الا بلسانكم؟ ما انتوا العيلة اللي ماسكة الشركة. رجب بطل هالفطة، أمرني. الله، على أحلى صوت سمعته في حياتي. صدقيني لو قلتلك إنه أحلى من صوت الكروان. إيه ده بقى؟ لا أنا كده أزعل منك قوي. إيه؟ أنت ما سجلتيش اسمه نمرة تليفوني ولا إيه؟ لا 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 لا، اقصى عليكي. طب خلاص خلاص، ما تقفليش ولا حاجة. أنا ستي حسين الشوارمي. باردون حسين بي، ما كنتش واخدة بالي. خلاص أوعدك المرة دي هسيب الاسم والرقم. تحت أمرك حسين بي. بس أنا طماع قوي. ربنا يخليك. أول خدمة توي بقى ستي، عباوي بيه كان بيشكر فيك وبيقول ان انت عندك افكار في البيزنس هايله. ايه رايك انا مستعد ادخل معاكي في اي مشروع يعجبك؟ طب خلاص اتفقنا. قولي لي الحاجه وهيبه جنبك، طب ممكن تساليها عن واحده كانت معاها اسمها نوسه؟ اساليها هي فين دلوقتي. نوسه؟ طبعا فاكراها، انا كنت شفتها مرتين عند الحاج، وبعدين اعتقد ان هي سافرت، يمكن طنطا. عموما انا هبقى اسال الحاجه واقول لك. المهم دلوقتي انا ما عنديش فكره بيزنس في طنطا، هفكر واقول لك. عموما انا كنز ومفتاحه معاكي، ونفسي اعمل معاكي اي مشروع، وعلى فكره من غير دراسه جدوى كمان. مع السلامه. ايه رايك؟ مدام جه برجليه يبقى حكم على روحه بالإعدام. بس أنا اللي محيرني، هو مشغول بحكاية نوسة ليه؟ عارفة ليه؟ عشان عارف إن ابنه بيحبني، ولو لقاني هيتجوزني ويبوظ الشغل اللي بينه وبين عبد القوي. ده يبقى ناويلك على نية بقى. اسمعي خدي بالك مني. قصدك ناوي نوسة؟ أنا ملك. آه صحيح، ده اللعب ابتدى بقى. اسمعي انا عايزك تلوعي حبتين. مش من اولها يا حاجة، لما بس اجيب رجليه. الله 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 الله، ده انت طلعتي بنت جنية. ده انا نوسة بنت حورية. على فكرة انا عايزة الرسومات بتاعت قرية الفراعنة
عشان ابقى اديها لعبد القوي. هايل يا ملك، الرسومات تجنن. كويس انها عجبتك. صاحبك حسين باين عليه العبان كبير. ليه؟ قال لك ايه؟ عمل ايه الراجل ده؟ المره اللي فاتت لما شفته هنا لقيته جنتلمان قوي، عشان كده اديته نمرتي لما طلبها وخدت نمرته، بس ما سيفتهاش. لا غلطانه يا ملك، غلطانه جدا، ما كانش لازم ابدا تديله نمرتك. انا اديتها له بحسن نيه لما عرفت انه يعرف الحاجه وهيبه. انا اللي معرفه على الحاجه وهيبه. الله، كان له خدمه عندها عملتها له وخلاص، كل واحد راح لحاله. انما انا والحاجه وهيبه حبايب من زمان. المهم ايه اللي حصل؟ لقيته من كام يوم بيكلمني، قعد يقول لي كلام غزل شويه، ولما شافني مش متجاوبه معاه عرض عليا فكره مشروع، وقال لي اشمعنى عبد القوي يعني؟ هو كان احسن مني. طبعا احسن منه، هو فين وانا فين؟ ده لولايا لا يعرف لا يروح ولا يجي، ده انا اللي عملت عضو مجلس الشعب. بس لقيته بيطلب مني طلب غريب قوي. طلب ايه؟ قعد يسالني عن بنت اسمها نوسه، بيقول انه كانت مع الحاجه في السجن، وطلب مني اسال الحاجه هي راحت فين بعد ما خرجت من السجن. قولي لي كده بقى، اكيد في بينه وبين البنت دي سورياني علاقه، اصل حسين ده طول عمره رمرام، سمعته زي الزفت. تقول لك يا ملك مالكيش دعوه بيه، لانه له علاقات كتير بستات. ستات؟ ستات اي كلام. غريبه، مع انه باين عليه جنتلمان قوي. مش بالشكل يا حبيبتي، لا لا لا، انت باين عليك طيبة قوي. عموما انا هسأل عليه الحاجة وهيبة. وتسألي الحاجة وهيبة ليه؟ اسأليني انا يا ملك، انت من النهاردة مسؤولة مني انا. يو بقى، ما قلنا شغل وبس. حاضر يا حبيبتي، شغل وبس. اهدي، اقعدي اقعدي. عارفة يا ملك، المشروع ده هايل، يجنن. طبعا يجنن. انت مش شايف ان مكتب حسين بيه بعد سفر بنته بقى فاضي؟ فاضي؟ فاضي ايه يا ابني؟ ما فيه واحد قاعد بيرد على التليفونات وبيدخله الناس. ده واحد اي كلام كده ملوش لازمه. حضرتك عندك حد تاني ولا ايه؟ امال انا بقى ايه؟ انت عايز تكوش على الكل يا ابني ولا ايه؟ ما انت في شغلانه حلوه وكلها قبر. ما انا عارف يا بابا، بس برضو الاوامر بتيجي من ناحيه مكتب حسين بيه. انت عاوز ايه بالظبط؟ انا عاوز ابقى مدير مكتب حسين بيه. ما ينفعش حضرتك، حضرتك ماسك الشغلانة دي بقالك شهرين، ما ينفعش اروح للراجل، هيجي لي وش ازاي اكلمه؟ ايه يعني لما اتكلمه؟ ما احنا افضلنا عليه كتير قوي مغرقاه. افضلنا؟ يا ابني افضلنا دي ما خلصت من زمان، وخدت مكافأة بتاعت انتخابات وخلصنا من زمان. بابا ماليش دعوة، انا عايز الوظيفة دي. تعيد يا ممدوح، المرة دي اللي هيعدلك حسين بيه، ما انت شايف عمل ايه مع خربوش؟ خلاه يمشي على العجين ما يلخبطوش. استهدى بالله يا ابني، حد يقرا لك في ودنك حاجة كده واهدى وراعي أكل عيشك. اتفضل. أهلا يا عمر. اتفضل. يا عمر مالك؟ جيوبك الأنفية تعباك ولا إيه؟ لا أبدا، بس ريحة البرفان بتاع حضرتك حلوة أوي، أصل أنا بحب ريحة الياسمين. ريحة الياسمين دي بتاعت ملك هانم. اه فعلا، هي مرة كانت خارجة من المكتب هنا وأنا شفتها وشميت نفس الريحة. عارف يا عمر، أنا ورد عليا بنات وستات كتير قوي، ما قابلتش حد في شطارة البنت دي في البيزنس. في البيزنس، اوعى فكرك تروح لبعيد يعني. لا ولا بعيد ولا حاجة. هو حضرتك كنت عرفتها ازاي؟ لا ده حكاية كبيرة هبقى احكي لك بعدين. المهم الكلام اللي قلناه ده، لا مراتك ولا حماتك يعرف عنه أي حاجة، ده مشروع ويروح لحال. لا ما تقلقش، وده كلام برضو اتقال قدامهم. بونجور. أهلا وسهلا. إيه المواعيد المظبوطة دي؟ أصل أنا كده بحب المواعيد المظبوطة من صغري. اتفضلي. هي است الكل. تشربي. هشرب، بس مش عايزك تأخرني، عندي مواعيد كتير. مواعيد مع عبد القوي جديد برضه؟ عبد
الراجل قوي ده طلعت فكرته وحشه قوي عن الستات. الحمد لله انك عرفتيه على حقيقته. انا هحكي لك عنه حكايات تقرف. متى تشرب ايه يا عبد الاول؟ اخد قهوه مظبوط. وقبل كل حاجه بقى انا عايز اشكرك جزيل الشكر على ملك. يا سلام، دي عليها افكار تجنن. عارفه حاجه، هتنقل البنى نقله كبيره جدا. انا بتقلي بعد كده الاجانب لما يجوا مصر مش هيزوروا الهرم وهيزوروا القريه الجديده. هتقول لي ما انا عارفاها، بس المهم الشغل ينتهي بسرعه. وما ينتهيش ليه؟ ما عندكش فكره هي مشغوله معايا قد ايه. ما بعرفش اشتغل من غيرها. لا انا احتكرها ليا وتبقى معاكي طبعا، وهدفع كل اللي انت عايزاه وهدخل معاها في مشاريع تانية. والله القرار قرارها هي. لا البركة فيك انت برضو يا حاجة، ده انت بتقدري على اللي بيحكموا البلد، يبقى مش هتقدري على ملك. وبعدين دي بتحبك وتسمع كلامك. اما نشوف. اقول لك يا حاجة، يعني اذا حسين الشوارب اتصل بيكي وقال لك يخش في بيزنس مع ملك ما ترديش. خلي بالك ده ساكن في طنطا، انا هيبقى مشوار عليها. وحتى لو كان ساكن هنا انت ابدع عندي. ربنا يخليك ليا يا حاجة، ويدي من المعروف. بمناسبة حسين الشواربي بقى، ملك كانت قالت لي اني اتكلم معاها في موضوع غريب. ايه هو؟ كان بيقول لها ان كان في بنت معاكي اسمها نفوسة. نوسة. نوسة؟ ايوه نوسة. ملك مش عارف قالب الدنيا عليها وعايز يعرف مكانها فين. تصوري واحد زي ده يوصل مستواه لبنت زي دي. دي بنت غلبانة كانت بتشتغل في الموالد ودخلت السجن في قضية سرقة، وانا واثقه انها متلفقة. صعبت عليا قلت لها تيجي عندي. انت شفتها عندي ولا لا؟ الحقيقة مش فاكرة حاجة. على العموم هي سافرت، طلبت منها تقعد عندي اهي تناولني حاجة تشتغل مع الشغالين، رفضت وقالت لي انا واخدة على شغل الموالد ومشت. ايوه بس ايه سر اهتمام واحد زي حسين الشواربي ببنت زي دي؟ ما هو ده اللي محيرني. ما علينا، قولي بتشوف عزيز ابو العز الايام دي؟ الحقيقة بقى لي كتير ما شفتوش، نفسي اشوفه عشان اسمع منه اخر اخبار الهانم. تاني الهانم، الست دي ما بطقهاش. طبعا انت واثقه ان الكلام اللي قلته لك عن عبد الاوي ده حقيقي. على فكره بقى انا ملاحظ انك انت ما بتاكليش. كفايه بقى شبعت. عشان خاطري ممكن تاخدي دي من ايدي؟ طيب عشان خاطرك انت. انا عايز اسال سؤال، يعني هو دلوقتي لو كلمني عارف السكه في وشه على طول؟ ده بني آدم ما بيجيش إلا بالطريقة دي. طب لما هو كده كنت جوزت ابنك لبنته ليه؟ دي حكاية طويلة. أصل يا ستي مراته كانت صاحبة المرحومة مراتي، وهو نفسه كان زميلي في الدراسة، بس بصراحة مراته وبنته حاجة تانية خالص غيره. يعني هما كانوا بيحبوا بعض؟ وده كمان اللي خلاني أوافق على طول. بيحبوا بعض؟ يعني حب بتاع الأيام دي. يعني ايه الحب بتاع الايام دي؟ مش فاهم. يعني حب مصالح العائلات. لا 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 انا ولا ابني نسمح ان العواطف تتدخل في الشغل. وبعدين انا لو ابني جه وقال لي يا بابا انا بحب واحده فقيره وغلبانه بس هي دي اللي هتسعدني، انا اوافق على طول. ياه ده انت قلبك كبير قوي يا حسين بيه. انت غير عبد القوي جديد ده خالص. ده انسان فظيع. انسان ايه ده اصلا؟ مش انسان. انسان ايه ده؟ ابعد ما يكون عن الانسانيه اعوذ بالله. يا ده انا اتاخرت قوي على ميعادي. لا لازم امشي. لا تمشي ايه، احنا لحقنا نقعد، وبعدين احنا عايزين نتكلم في الشغل والمشاريع. ما احنا لسه هنقعد كتير الا اذا كنت انت مش عايز. مش عايز؟ لأني نفسي أقعد معاكي مرة واثنين وعشرة. خلاص أول ما ألاقي نفسي فاضية هتلاقيني بتصل بيك. مع السلامة. ميرسي قوي على الهدى. بالحق أنت كنت سألت الحاجة عن نوسة. نوسة مين؟ البنت اللي كانت مع الحاجة وهيبة في السجن وخرجت من فترة. افتكرت. معرفش كانت الحاجة قالت لي إنه هي رجعت تشتغل في المول التاني. طب كويس الحمد لله. معلش اعذرني على السؤال، هو انت مهتم قوي بالبنت دي ليه؟ لا انا كان عندي حته ارض في البلد وكان بتيجي هي
وبتوع المولد يقعدوا فيها. بلاش طبعا ما كنتش باخد منهم فلوس، دول ناس غلابه قوي. بل انا كنت بعطف على البنت دي بالذات، كانت بنت مسكينه. وبعدين عرفت ان في حد اتهمها بجريمه سرقه واتسجنت وهي بريئه. يعني انت كنت عارف ان هي بريئه؟ انا متاكد من كده، بس انا في الفتره دي كنت مسافر بابا، لما عرفت سالت قوي. مش بقول لك يا حسين بيه انه قلبك كبير قوي. ارفوار ارفوار. لا يا ما، انت مش عاجباني خالص اليومين دول. ليه بس يا ماما؟ لانك مش مهتمه بصحتك ولا بالبيبي اللي في بطنك. لازم تاكلي كويس عشان هو كمان يتغذى. عايزاني اتخن يعني وجسمي يبوظ؟ بقى جسمك يبوظ ولا البيبي يتاذي؟ وبعدين لازم تعملي زي ما قال لك الدكتور، تخرجي تتفسحي شويه. هتفسح مع مين يعني؟ مع جوزك طبعا. عمر عمر، انا كل ما بقول له يقول لي انا مش فاضي، يا اما انا تعبان وعايزه استريح. خلاص انا هقول لباباكي يخف عنه الشغل شويه. هو مين ده اللي انتوا عايزين يخفف عنه الشغل؟ عمر يا بابي. يا سيدي بنتك بتشتكي، كل ما تقول لجوزها فسحني او خرجني يقول لها مش فاضي. جوزك بيحب الشغل جدا، يعني لو قعد ليل ونهار ما بيزهقش. وانت بقى عشان كده مبسوط منه قوي. يا اخي انت ناسي ان جوزها ولازم يهتم بيها؟ انت ايه، ما بتحبش بنتك؟ معقوله؟ ما انت عارف انها حامل ولازم تبقى مبسوطه. لو مش عايزينه يروح المكتب انا مستعد اعفيه من كل مسؤولياته، ده يرضيكم؟ جرالك ايه يا عبد القوي؟ ايه اللي بتقوله ده؟ وانت فاكر يعني انك لو عملت كده عمر هيوافق؟ جوز بنتك مش من النوع ده. اه والله يا بابي، ده انا من ساعه ما عرفته ما بيعملش حاجه في حياته غير انه يشتغل. حيرتوني معاكم، مش عارف ارضيكوا ازاي. احنا عايزينه يشتغل بالمعقول، يرجع بيته ويتغدى مع مراته زي كل الناس، ياخدها بعد الدور يفسحها شويه، هو ده اللي احنا عايزينه. ده انتوا عايزين واحد صايع بقى. واحنا ما بناخدش منك غير التريقه. بابي حبيبي، هو انت يا بابي مش بتحبني وبتحب البيبي اللي في بطني؟ هو انا بحب حد غيرك يا حياتي؟ هو انا ليا غيرك؟ ده انا مستني الخلبوس اللي في بطنك ده مستنيه على نار. خلاص اعمل بقى اللي احنا بنقول لك عليه، احنا مش ضد ان هو يشتغل، بس كل حاجه بالمعقول. طيب تعالي معايا على فوق علشان عايز اغير هدومي. يا مشغول يا مقفول، اكلم انا مين بقى دلوقتي؟ في ايه يا عبد القوي؟ من امتى لازم اقف معاك وانت بتغير هدومك؟ ما انت عارف طريقها فين وكل حاجه مترتبه. يا ست في موضوع عرفني كده، عايز اتكلم فيه لوحدنا بعيد عن البنت. موضوع ايه؟ حسين الشارب يا ستي مش عاجبني اللي بيعمله اللي من دول. عمل ايه؟ انت عارفه طبعا الحاجة وهيبة. اه طبعا اعرفها. مالها؟ كان في بنت دخلت معاها السجن، دخلت في قضية سرقة يعني حرامية. المهم البنت دي خرجت من السجن، كل يوم والتاني حسين يروح للحاجة وهيبة يقول لها البنت راحت فين. قالت له البنت سافرت رجعت بلدها، قال لها بلدها فين. خلاص اتجنن. طب انت ما حاولتش تعرف هو ليه مهتم بالبنت دي؟ راجل عازب ومش متجوز وبنت رد سجون، اكيد كان في بينه وبينها علاقه. معقول اللي بتقوله ده يا عبد القوي؟ معقول حسين الشواربي يقع وقعه زي دي؟ لازم مسامح ننقذه. حسين النهارده سمعته من سمعتنا. بصي انا هعزمه على الغدا وانت تقعدي تاخدي وتدي وياه في الكلام وتقنعيه ان هو يتجوز، وكوني مجهزه له كام واحده كده من اللي انت تعرفيهم عشان يختار منهم واحده. برافو عليك يا عبد القوي، اول مره اسمع منك كلام مظبوط كده. بره سامحها، بقالي 25 سنة بتكلم معاكي وتقولي لي أول مرة أتكلم مظبوط. أنت عارف إن أنا بحب أهزر معاك. أيوه كده تعدلي. أقول لك إيه بقى؟ أوعي تجيبي سيرة قدامها، لأحسن تروح تقول لجوزها ويحصل مشاكل. خلينا إحنا نحل المشكلة دي أنا وأنت لوحدنا. الله، في إيه يا حسين يا حبيبي؟ ما بتاكلش ليه؟ أنا عاملة لك كل الأكل اللي أنت بتحبه. عامله لك الحمام المحشي، عامله لك الفراخ والمحشي، ورق العنب والكوسه والملوخيه. الله حسين ايه ده، انت الدنيا غير الدنيا، انت سرحان في ايه؟ لا ولا حاجه، انا اصل دماغي مشغوله شويه. مشغوله فيها يا ترى؟ مشروع جديد بفكر فيه. طب وماله يا حبيبي؟ ما نفكر سوا احنا الاثنين. الله، على راي المثل ما بيقول دماغ واحده مش زي دماغين، والقفه ودنين بيشيلوها اثنين. أنا المواضيع اللي زي دي بقى انت ما تفهميش فيها يا جمالات. جمالات؟ ايه موضوع جمالات دي النهارده يا حسين؟ الله،
امال فين يا حبيبتي ويا روحي ويا نور عيني والدلع اللي انت بتدلعوني؟ راح فين النهارده بيخ؟ معلش يا حبيبتي معلش، حقك عليا. ايوه كده تعدل، عشان عاوز اتكلم معاك في موضوع مهم قوي. خير؟ موضوع ايه؟ انا عاوزك لما تخش من باب الشقه عندي تجيب الهموم والمشاكل اللي عندك ترميها في خلقتي كده، اروح شايلها على صدري وانت دماغك يبقى فاضي وقاعد مرتاح ومريح اعصابك عندي. ان شاء الله بعمل كده. قولي لي بقى موضوع ايه اللي انت عايزاني فيه؟ قصدي السرايا الكبيره دي هتفضل قاعد فيها كده لوحدك؟ ايه عايزين اعمل ايه؟ ابيعها؟ تبيعها بعد الشر، ربنا يزيدك من نعيم الله. لا مش قصدي كده طبعا، انا قصدي مش محتاج فيها ونس. تتجوز يعني؟ نعم تتجوز، ده انا كنت طلعت زمره رقبتك في ايديا انت وهي، وكنت شربت من دمك وطلعت بصاصه عينيك على صوابعي دول. قال تتجوز ايه؟ طب امال انت عايزه ايه بالظبط؟ عاوز اقعد معاك فيها. اه ده اللي ناقص، ما كنتش عامل حسابه. يا سلام، ليه ان شاء الله؟ وانا لما اجي اقعد في السرايا عندك هعرق ولا اكل منها حته ولا ايه؟ لا يا ستي مش قصدي، وبعدين انا لو كنت اقدر اعمل كده كنت عملت من غير انت ما تطلبي. وايه اللي منعك؟ يعني ان انا ابن عمر بيجي يزورني كل اسبوع، وبنتي وجوزها في الاجازات بيجوا يقعدوا معايا في السرايا، والسرايا مفتوحه يعني المحافظ اصحابي ومليانه شغالين وخدامين، بتبقى فضيحه بجلاجل على راي المسهل. يا سلام، فضيحه بجلاجل فؤادي معاك في الفيلا؟ ده انا مراتك حبيبتك اللي شايلك في حباب عينيها تقول عليها كده فضيحه؟ ماشي كتر خير ستي، انا مش قصدي فضيحه، انا قصدي يعني وعدك معايا في الفيلا ده يسبب مشاكل احنا بغينا عنها. احنا اتفقنا على ايه يوم ما اتجوزنا؟ ماشي انا غلطانه، انا بنت كلب واستاهل كل اللي يجرى. ايه الالفاظ البذيئه دي؟ 100 مره اقول لك انسي البيئه اللي كنت عايشه فيها دي. يا سلام، انسى البيئه؟ ده انت اللي نسيت نفسك خالص ونسيت الست اللي بتحبك. ايه يا حسين يا حبيبي؟ انت بتقلع هدومك نازل ولا ايه؟ اه انا اصل ورايا ميعاد مهم قوي كنت ناسيه. ميعاد ايه اللي افتكرته دلوقتي؟ ما يتحرق الميعاد ده، بعدين مش كفايه ان احنا ما قعدناش كملنا صلاتنا بره؟ وبقعد طول الوقت لوحدي بين اربع حيطان بستناك عشان الشوايه تيجي تقعدوا معايا؟ وده كله ليه؟ مش عشان بحبك؟ جمالات انت عارفه ظروفي كويس قوي، وانا ما ضربتكيش على ايدي، وانت اللي طلبت تتجوزيني. نعم ليه؟ كنت عايز تعاشرني بالحرام ولا في الحرام؟ نو بلاش الكلام الفارغ ده بقى، انا اعصابي تعبانه. خلاص ما تزعلش يا حبيبي، حقك عليا. ما انا بعمل كده ليه؟ مش عشان بحبك. انا طمعانه في حبك ده يا حسين، العب قصدي البس البيجامه. يا حبيبتي مش هينفع، لازم امشي. يعني ايه لازم تمشي؟ عشان خاطر البس البيجامه. ما اقدرش، قلت لك ما اقدرش. ما هو اسمع بقى، انت لسه ما تعرفنيش، انا مجنونه. ممكن احرق نفسي واحرق لك البيت ده كله، هتقعد ولا لا؟ اقعد بس مش هتعاقب. انا تعبت يا جمالات، تعبت. ليه ما بتتكلمش معايا؟ انا حتى مامي خدت بالها وقالت لي ليه عمر ما بيتكلمش معاكي. معلش انا تعبان شويه. طب ما انا كمان يا عمر تعبان. انت تعبانه من ايه؟ من معاملتك دي، وانت عارف ان انا حامل والزعل وحش عشاني. بعمل ايه طيب؟ انا طبيعتي كده، وبعدين بقولك انا تعبان. على العموم انا ومامي اتفقنا مع بابي ان هو يريحك من الشغل شويه. ايه هيرفدني؟ يا ريت. لا يا حبيبي هو يقدر برضه، هو بس شايفك مشغول عني فقال لي يديك فرصة ان احنا نتفسح ونخرج وتتمشى معايا زي ما الدكتور قال. اولا انا ما بتعبش من الشغل، ثانيا مفيش داعي يعني ان انا اسيب شغلي عشان اجي اتغدى هنا، ثالثا بقى وده الاهم لو انت عايزة تخرجي خدي مامتك. هو انا متجوزاك انت ولا متجوزة مامي؟ بقولك ايه، انا ممكن انفذ لك طلب او اتنين من اللي انت طلبتيهم دول بس بشرط. بجد؟ ايه هو؟ اشرط زي ما انت عايز. كل واحد فينا ينام في اوضه لوحده. ايه ده؟ ليه بقى ان شاء الله؟ عشان انا بشخر وانا نايم وبرفص برجليا كمان، فخاف اخبط خبطه كده ولا كده، وخاف على البيبي طبعا. لا يا حبيبي انت ما بتشخرش وما بترفص، مين بس اللي قال لك كده؟ يا ستي هو انت ادرى مني بنفسي؟ انا ما اعرفش ابات في اوضه لوحدي، وبعدين يا حبيبي انا بحس معاك بالامان. اوكي حس بالامان براحتك بقى، وانا مش هقدر انفذ لك ولا طلب من انت طلبتيه.
رجلك كده لو سمحتي. ازيك يا شريف؟ نوسة؟ ملك هانم لو سمحت. مين ملك هانم؟ امال نوسة راحت فين؟ بترتاح شويه لغايه ما ملك تعمل اللي عليها. بس انتي شكلك اتغير خالص يا نوسة. ايه رايك للاحلى ولا للاحسن؟ للاجمل طبعا. بس انتي بقيتي واحدة تانية خالص، انا ما عرفتكيش. الله اكبر، انت هتقر عليا ولا ايه؟ هي دي بقى نص اللي انا اعرفها. بس طمنيني بقى، انا كنت عايز اعرف حاجة، يا ترى التغيير ده من شكلك يعني من بره بس، ولا نص اتغيرت كمان من جوه؟ والله على حسب. على حسب؟ يعني ايه بقى على حسب؟ مش فاهم. انا حسب انا عارف ان انتي بسم الله ما شاء الله بقيتي في ليفل تاني خالص، خصوصا ان انتي لسه على علاقة كويسة قوي بالحاجة وهيب. ايه ده، انت عرفت ازاي؟ السؤال ده متسألوش لظابط. السؤال الأشك من كده بقى، عرفت ده كله ليه؟ طيب عرفت ده كله ليه؟ هجاوبك، بس لما تجاوبيني انت الأول، التغيير ده من جوه كمان ولا من بره بس؟ ومين بقى اللي بيسأل؟ شريف ولا الظابط شريف؟ مش فاهم. يعني انت عايش حياتك على انك شريف ولا على انك الظابط؟ شوفي، شريف عنده مبادئ اللي بيطبقها الضابط شريف، يعني اتنين واحد مفيش فرق. طيب ونوسة عندها حلم واللي بيحققه لها ملك، يعني اتنين واحد مفيش فرق. ما تخيليش بقى انا استريحت ازاي دلوقتي. كنت قلقان قوي على نوسة اللي انا كنت عارفها، انك كنت اتغيرت وبقت واحده تانيه معرفهاش. طمنيني عليكي، اخبارك ايه؟ وحاجه وهيبه عامله معاكي ايه؟ حاجه وهيبه كويسه قوي، وبتعاملني كأني بنتها وأكتر. عرفتيها إنك هتقابليني النهاردة؟ لا طبعاً ما تعرفش، ما حدش يعرف بالمعاد اللي بيننا. ليه؟ مش فاهم. لأنه ما ينفعش. بص يا شريف، أنت بالذات وجودك في حياتي له معنى خاص، معنى ما بحسوش غير وأنا موجودة معاك. إيه هو بقى المعنى ده؟ الأمان. عشان كده ما حدش لازم يعرف مين الشخص اللي بيمثل الأمان ده. موسى أنا مش فاهمك خالص. يعني أنا مش عايزة ورطك معايا في اللي بعمله يا شريف. يا موسى وانت بتعملي ايه بالظبط؟ انت قلقتيني عليك في ايه؟ ما بعملش حاجة غير اني بنتقم من الناس اللي ظلمتني واللي رموني في السجن، حرموني من أمي وأبويا ومن غير ذنب. يا موسى انت كده هترجع للسجن تاني، لكن المرة دي بذنب. ما تخافش عليا. انت فاكره ان انا ممكن اسيبك تعملي كده ولا تضيعي نفسك؟ لا طبعا مش هسيبك تعملي كده. شريف بقول لك ما تخافش عليا، انا عارفه كويس قوي انا بعمل ايه.